السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايب قلبي في ترند جديد، ترند ميدو. ميدو راكب الترند دلوقتي. ميدو مشاكل، ايه حكاية ميدو؟ تعالوا نشوفها بعد الفاصل. فجأة النهاردة وبدون مقدمات لقينا ميدو راكب الترند. بنخش لقينا تاري ميدو ناس من الزمالك عمالين يخونوه ويشتموه ويهزقوه ويمسخروه علشان خاطر اتصور مع الخطيب وحسن حمدي. طيب، اولا ميدو يا جماعه مش لاعب في نادي الزمالك. ميدو دلوقتي راجل معتزل وراجل مقدم برامج. انا طبعا مش بدافع عنه ولا حاجه، لكن بس انا عايز اقول للناس الفكره ان هو ايه المشكله ان هو اتصور مع الخطيب؟ ايه المشكله ان هو اتصور مع حسن حمدي؟ ايه المشكله ان هو اتصور مع اي عضو من النادي الاهلي؟ اولا هو راجل دلوقتي بقى راجل اعلامي مش لاعب كوره خالص، هو تاريخه كان لاعب كوره. وايه مدى الخيانه ان هو خان الزمالك؟ الناس بتقول ان هو خان الزمالك وناس طالعه تسب وتشتم فيه. يا جماعه الموضوع بسيط، هو ده راجل زي ما قلنا اعلامي وكان نجم وقابل قامه كبيره زي الخطيب اتصور معاه، ما عندوش مشكله. هو طلع قال ده، قال ان هو ما عندوش مشكله ان هو اتصور تاني وتالت ورابع وعاشر مع الخطيب كل ما يقابله، مفيش مشكله. لكن المشكله ان هو بيقول بقى، او في ناس بتشير ان رجاله مرتضى عاملين شغل، او اللجان الالكترونيه بتاعه مرتضى عامله شغل ومصطاد المعلم ميدو. طيب لحد امتى هنتنينا داخلين في القصه دي بقى، قصه الحقد والكراهيه دي؟ يا جماعه الموضوع ابسط من كده. يعني الموضوع بطوله راحت وبطوله جت وبقى شغل بقى وحكام مش عارف ايه وناس بتكسب، كل الكلام ده يعني سهل جدا بين الجمهور ومقبول جدا بين الجمهور، لكن التعصب يوصل بقى الشتيمه والخيانه والعماله. يا جماعه يعني الموضوع يعني ايه، طلعوا من قلوبكم او من دماغكم فكر مرتضى منصور اللي هو نظريه المؤامره في كل حاجه. يعني هو في الحمام بيفكر في نظريه المؤامره. الموضوع ابسط من كده خالص. يعني ميدو انا ممكن يكون له تحفظات على تصرفاته وعلى بعض التصريحات، ولكن في النهايه في الموقف ده بالذات هو ما عملش حاجه غلط على فكره. يعني واي حد على فكره يتمنى انه يتصور مع الخطيب، مش عشان هو رئيس النادي الاهلي، لا، عشان تاريخ الخطيب وتاريخ بيبو اللي الناس كلها عارفاه. زي حد يتمنى انه يتصور مع حسن شحاته، مع حازم امام. دي يا جماعه دي قامات ورموز للانديه، ما لهاش علاقه بقى انت اهلاوي زملكاوي، في ناس ما بيختلفش عليهم حد. فيا ريت بقى ننضج شويه ونهدى شويه. انا اول مره بصراحه دافع ميدو، بس هو مع حق. يعني هو المره دي مع حق، فخفوا شويه وبلاش شغل الجنوه ده يا عم مرتضى، الله يبارك لك. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.